انضمت البلوجر المصرية سلمى الشيمي إلى قائمة تضم مشهورات يقضين عقوبات خلف القضبان بتهم نشر محتوى إباحي على السوشيال ميديا في مصر، وعاقبت محكمة مصرية سلمى الشيمي بالحبس سنتين مع تغريمها 100,000 جنيه قبل أن تعارض الحكم. وقبل سلمى تورطت أخريات في مثل هذه الجرائم الخطيرة، وتعتبر السلطات المصرية أن مقاطع الفيديو التي تبثها الفتيات تمثل اعتداء على القيم الأسرية وتحمل دعوة للتحريض على الفسق والإتجار بالبشر. البداية كانت بطالبة جامعة القاهرة حنين حسام، والتي صدر في عام 2022 قرار بتخفيف حكم حبسها من 10 سنوات إلى 3 سنوات مع تغريمها 200,000 جنيه. مودة الأدهم كانت القضية الأشهر بعد أزمة حنين، وحكم عليها في عام 2023 بالسجن 6 سنوات وتغريمها 200,000 جنيه. منار سامي أيضا اتهمت بالتحريض على الفسق والفجور، وفي عام 2020 رفضت محكمة مصرية الاستئناف المقدم منها ضد حكم حبسها 3 سنوات مع الشغل.